السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في، وكذلك جي اس كي اخبار التي دائما ما توافيكم بالحصري والجديد على اخبار شبيبه القبائل. يعني حصريا بوخزاني يطالب بانهاء الميركاتو بقوه ويؤكد تسخير كل الامكانيات. المسيرون اكدوا ان كل اسم تم ضمه كان مدروسا بدقة، وموبيليز مستعد لجلب أي اسم يريده بنشيخة. الرياضات الأخرى في صلب اهتمامات موبيليز أيضا، والجمعية العامة تؤجل إلى 12 أوت في الشهر. حديد يضاف إلى قائمة المسرحين لشبيبة القبائل بعد تأهيله رسميا. يعني الشبيبة ستستقبل المولودية في حسين أيت أحمد، يعني الملعب الجديد للشبيبة، والإدارة مرتاحة جدا. رجم لن يسرح، يعني آدم رجم ماشي راح يتسرح. وحديث عن عرض لمقايضة بالطاهر. الأنصار يعارضون فكرة الاستغناء عن آدم رجم لأنهم يثقون في إمكانية هذه اللاعب، والمولودية تريد تعويضه بأبليلي. اللاعب وجد معالمه وسيفيد الفريق كثيرا بإذن الله. الإدارة تصر على موقفها ولن تقدم أي تعويض للمسرحين. شكل يقدم إلى وسائل الإعلام ويعيد بموسم استثنائي. بوخزاني وباقي المسيرين كانوا في انتظاره. شكل الإمضاء في الشبيبة مفخرة، قال لك وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أنصارها، وقال لك هذا فخر لي كبير، يعني أني نمضي مع شبيبة القبائل لأنه يعلم زعيم الأندية القيمة تاعو. لكم الحكم في التعليق.